You can see all the police like that, so you feel more safety for Kuwaitis and not Kuwaitis, and especially the Americans. Kuwait. الحمد لله يعني الأمن مستتب في هذه البلد يعني ونحن تعودنا يعني على هذا البلد ولمسنا يعني الأمن والاستقرار يعني دائما متواجد يعني وما لمسنا منهم إلا كل خير يعني كمواطن عربي ونتمنى أن تستمر يعني الأمور على ما هي يعني.